لما بنحكي موسيقى نرجع للأصل ونتعرف على علاقة الإنسان بالطبيعة اللي بيعيش فيها من خلال أصوات مثل زخات المطر، الرعد، العواصف، البرق والعصافير. بما أنه ذكرت العصافير نرجع حوالي 43 ألف سنة واكتشاف أول آلة موسيقية في كهوف ألمانيا بتحاكي صوت العصافير. تشبه الناي مصنوعة من العظم، استخدموها بالغالب لتوجيه المواشي. واليوم من أحضان طبيعة بلادنا بدنا نعبر عن طبيعتنا بموسيقانا. تعال نحكي موسيقى. جولتنا اليوم من بلدة فصوطة الجليلية. أهل فصوطة بيحبوا الموسيقى وبيحبوا الطرب. طب من وين أجت هاي المحبة؟ من الهواء، من المي، من الطبيعة، من وين؟ لو ما الأرض نصيها عرقنا الموت كان ما بيعصي جناي. لكل سؤال في قصة وبكل جواب رح يكون حنين للي مضى. والبداية من عند بيت العم أبو الراغب شوقي خوري، رئيس مجلس فصوطة السابق. أصلا إحنا كنا جزء من لبنان. اللي بعرفه أنا عن حياة أبوي وجده إن إحنا فصوطة والمنطقة هان كنا تابعين لمنطقة سور، يعني اللواء، كنا تابعين للواء سور. وعمليا المنطقة هون تقريبا جزء من لبنان. وأكبر برهان على هذا يعني أنه هو عاداتنا كلها، أكلنا وشربنا وكيفنا هو من لبنان. فمن هون يعني بدت حبنا للبنان والموسيقى والأغاني. من جهة موسيقى وأغاني يعني الجبلية كلها، أول إشي العتابة، المجنة، أبو الزلف، هياتي أبو الزلف، عيني يا مولية، والأخار هاي الشعبية اللبنانية كلياتها، وطبعا وديع الصافي في رأس الهرم، فيروز، كل يعني احنا بنحب الزجل والآخره، مثلا زغلول الدمور قعدت أنا وياه في كندا عند أخوي جولتين، موسى صغيب كمان شفته في كندا كانوا عاملين حفلة، زين شعيب، طريح حمدان، كل هذول الناس يعني احنا كثير كثير بشدنا الجو اللبناني والأكلات، الكبة والتبلي وإلى آخره وكاس العرق. فمن هون يعني من هون حبنا للبنان. يعني من لبنان في إشي اسمه المعنة، تسمع في المعنة طبعا، وفي إشي اسمه الزجل، وفي اسمه الشروخي، وفي إشي القرادي. يعني المعنة أنا بيعجبني كثير، بحن فيه، مثلا بقول شايف غزالي والغزالي بريقها واردي عال عيني تملي بريقها وسألتها يا فاتني من وين مع صور العنب تطرد عن السكر بالعتريقها. بعد ما شكرت أبو الراغب شوقي خوري وأنا عم بمشي في القرية تذكرت أغنية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب محلاها عشت الفلاح من إنتاج عام 1937. هالأغنية شعبية بكل معنى الكلمة، غناها عبد الوهاب في عز زمن الأرستقراطية، وبوقتها كان امتداح حياة الفلاحين هو إشي غريب، والنظرة لإلهن كانت مختلفة عن النظرة اللي صارت بعد ثورة يوليو 1952. هالأغنية من كلمات الشاعر محمود بيرام التونسي، طبعا غناء عبد الوهاب. محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح. محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح.
وصلت لبيت العم منير النجار أبو دريد، أول مرشد سياحي بفصوطة. فصوطة تعتبر من أعظم القرى اللي موجودة في شمال البلاد. إذا إحنا ما نعمل تخطيط لشمال البلاد، فصوطة كانت على الحدود، إقرث وكفر برعم ما كانوش ضمن بلادنا. إقرث وكفر برعم كانوا تبعين لصور مش لبلادنا. فصوطة كانت هي على الحدود، وفصوطة تعتبر بالإمبراطورية اليونانية. إجا واحد اسمه فازوس كان يشتغل بالسفن، مرض، قالوا دكتور بتروح تعمر ببلد بعيدة، إجا على المنطقة الشمالية عمر هناك قرية وحفر عين تحتها بسموه عين الغوردة، لأنه حديها في غوردة. هاي العين لحد اليوم تنباع، ولما إجوا الإنجليز على البلاد عملوا تحتيه سيح، عشان هيك بسموا البيضة تحت بيدر السيح. إسا بعد الإمبراطورية اليونانية إجت الرومانية، إجت البيزنطية، الصليبيين والكنعانيين كانوا ساكنين في قالوا ساكنين في بلادنا، علشان هيك بقولوا اسم فصوطة أصلا من فازوز. بعدين عزم الكنعانية قالوا إنه في قرية يهودية اسمها مفشاطة، لحد اليوم ما لقيناش ولا آثار حد فصوطة، ولا لقينا ولا معصرة للزيتون، لقينا معاصر بس للعنب. فصوطة كانوا يزرعوا فيه عنب. أهل فصوطة بيحبوا أغاني لبنان وسوريا، وديع الصافي، صباح، فيروز، نصر شمس الدين، صباح فخري، شو اسمه، الياس كرم. ومنشكر العم منير نجار أبو دريد، أول مرشد سياحي في فصوطة. رحلفك بالغصن يا عصفور، بالورق، بالفي وبالنبعات. رحلفك بالغصن يا عصفور. هالأغنية من كلمات الشاعر اللبناني واللي بسموه كمان شاعر الجرد ميشيل طراد، والحان الأخوين الرحباني، وغناء قديس الطرب وديع الصافي. وأنا ماشي بهالبلد الحلوة وصلنا على بيت عم نسمع عزف على آلة الشبابي، تعال نتعرف على الجماعة. صباح الخير. أهلا وسهلا. تستقبلونا؟ أهلا وسهلا. يلا. مرحبا. أهلا وسهلا. هاي الأهلي يعني قديمة، وكانت بعراس كلها بفصوطة وغير فصوطة قايمة على الشبابي. هذا يعني تراث، يعني هذاكي تراث انت عم تتوارثه من جيل لبعد جيل. لجيل لبعد جيل. الشبابي صنعة مش صعب، يعني في بقى يجيبوا قصب، شبابات قصب من الوادي يعني تقدحوها، تعرف العقد يعملوها. هاي نحاس. قد صار لك بتعزف على الشباب؟ من ابن 16 لل 75. الدبكات فيش اشي مثلا يعني بخليك تتحمس غير الشبابي للدبكة والمجوز الرول، يعني جاي تم تدبك الناس تتعب، يعني رويس، تعرف فيها رويس، هو البروس يعني هذا بضبط الدبكة، هذا المسؤول يعني بعرف يدبك بقى يطلعوا برا من الدبكة. وبعد ما ودعت ابو شربل العم صبحي بلوط وزوجته، وانا بمشي بزقاقات في الصوتة، أجت في بالي أغنية بغنيها وديع الصافي، واللي كتب كلماتها هو الشاعر الفلسطيني ابن سخنين الشاعر خازن عبود، وكتب هل تذكرين ضيعتي والمنحنى والرابية. والأوه
صفوا من فلاح الدين نشوى بخمر العافية. طيب ومكملين احنا برنامج تاع نحكي موسيقى من هالبلد الحلوة بلد فصوطة. بعد ما كنا في بيت ابو الراغب والعم ابو دريد مكملين لبيت ريما. وصلنا مع بعض من خلال برنامج تاع نحكي موسيقى لمنزل ريما، بيت ريما. ريما حاتم عيد خوري، حفيدة المختار عيد خوري، مختار فصوطة. وهون رح نلتقي بيارة خوري الفنانة الصاعدة معها الفنان إميل عاصي راح يرافقها على العود. وهون رح نلتقي كمان بالفن وكمان بالتراث وكمان بالثقافة. وبعد ما فتنا على بيت ريما معنا يارا، يارا صبية صوتها حلو وفنانة صاعدة. كيفك يارا؟ الحمد لله. تعرفين عنك أكثر؟ إيه يارا خوري 19 سنة عمري من قرية فصوطة. من أنا وصغيرة يعني عندي موهبة الغناء وحبيت أطورها شوي على كبر وأتعلم أكثر. حلو. وتعلمت هندسة برضو. حلو. طيب أنا بعرف أنه أنت كمان هيك بتحب الموسيقى القديمة، موسيقى تبعت فيروز، صباح، وديع الصافي. أكيد. حكينا عن سر المهنة هاي بلقاءات سابقة في البرنامج. و حابين نسمع منك هيك اشي بصوتك، شو حابة تسمعينا؟ رح اسمعكو اغنية تاع الضيعة مع العازف المبدع ايميل عاصي. وبتأمل تستمتعوا وتحبوه. عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلاها البيعة. عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلاها البيعة. جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا ضيعنا القلب بيروت. جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت. يا شماتة شباب الضيعة عالضيعة يا ما ضيعة يا ما. هالبيعة جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت. جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت. يا شماتة شباب الضيعة عالضيعة يا ما ضيع يا ما. وانا عم بسمع يارا وهي عم بتغني انتبهت لشخصية قاعدة على جنب مستمتع معنا
حبيت أتعرف عليها. اسمها الست فيوليت دكور، عندها دكان في صخاقات فسوطة القديمة من أكثر من 20 سنة. فيوليت كانت تشارك في جميع مناسبات وأفراح القرية وتغني أغاني تراثية ورثتها من جدودها، وكانت تعزف على الدربكي وتغني. رحت لعندها وسألتها عن مشاركتها في أعراس زمان في فسوطة. بالنسبة للعراس بحب أحكي نبذة عن العرس اللي كان يسي من زمان. كان يعني الخميس خلينا نقول صارت العريس والعروس مع بعض، بعد ما يكمل الصف صف سحجي كانت الساعة 11 تجمعوا الشباب والكل الموجودين يروحوا عند العروس زيارة ويرقصوا العروس ويرجعوا على البيت. ثاني يوم مثلا على الساعة 10 الصبح الحلاقة، يحلقوا للعريس، بعد الحلاقة يعملوا له الحمام، يلبسوا البدلة، يطلعوا على الكليل، يروحوا يجيبوا العروس ويرجعوا. بعد ما يرجعوا من الكليل، بوقت الكليل كانت تقعد الدبكة، بس تقعد الدبكة غاد يدبكوا، يخلص العريس يطلعوا يزفوا العريس صف سحجي، تعرف طوفوا فيه بالبلد يعني ساعة ساعة ونص ساعتين تيصل العريس على البيت. كونوا هالنسوان وهالشباب محضرين الطاولات ويقعدوا يتغدوا ويروحوا. كانوا يزفوا العريس، كانوا يقولوا وين أزفك يا عريس، وين راس القلعة ولا على العين، أزفك عند عمامك، عند إخوالك، عند قرايبك، عند أصحابك. كانت أهل العريس يروحوا عند أهل العروس بعد ما تخلص سهرة العريس صف سحجي، يروحوا لعند العروس يدبكوا يرقصوا يغنوا ويروحوا على البيت. إيه حلو. يعني بتعرف كان في أبو نمر غطاس جريس هو اللي كان يدق على العود، وكان هو الوحيد اللي بالبلد يدق على العود، وكان يعزموه على البلد كل الوقت. كانوا يغنوا أبو نمر غطاس جريس، كان يغني، كان حلو. والدربكي كانت حياة مدللة دق على الدربكي. كانت جوليت بنت عمي مسعد تدق على الدربكي، عمتي خزن تدق على الدربكي، وترقص البنات دقة حلوة كتير ويرقصوا عليها. شبابي أبو الزوزو بقى يدق على الشبابي، صبحي بلوط كان يدق على الشبابي، مسعد سبع كان يدق على المجوز، أبو فهد هندي يدق على المجوز. كل هاي راحت اليوم، ما عادش في منها. وبعد ما ودعت الفنان يارا، إيميل عاصي عازف العود، والست فيوليت فيوليت دكور، حبيت أشكر من كل قلبي ريما حاتم عيد خوري صاحبة بيت ريما، هالبيت اللي جمع فن وثقافة وتراث وكتير محبة وكتير دفى بعز البرد. ريما حفيدة مختار قرية فسوطة استضافتنا في بيتها، هالبيت اللي كمان من خلاله أعطت لزوارها يستمتعوا كمان بفنانين صاعدين. فمن هون حبيت أشكرها على استضافتها لإلنا في بيتها. وصلنا للختام، ختام حلقتنا اليوم من فسوطة. تعالوا نحكي موسيقى، عبرنا فيها من خلال الموسيقى عن الطبيعة ومن الطبيعة بموسيقتنا. كنت معكم أنا الياس مرجية، وكان معي في التنسيق للضيوف سوسن خوري، بالإخراج والتصوير بشارة مرجية، وبحب تشاركوني في قناتي على اليوتيوب الياس مرجية أوفيشال بيج. شكرا لكم، تعالوا نحكي موسيقى.